السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات البطل التقنية. مع بداية الشهر الحالي أعلنت جوجل عن إضافة لمتصفح جوجل كروم، من خلالها يمكنك تشغيل تطبيقات الأندرويد على مختلف أنظمة تشغيل الحاسوب بما فيها الويندوز، الماك واللينكس، فقط على متصفح جوجل كروم دون اللجوء إلى البرامج التي تستخدم لنفس الغرض. ولهذا سنستعرض عليكم أهم المراحل لتثبيت الإضافة وكيفية تشغيل تطبيقات الأندرويد من خلالهم. الإضافة أطلق على اسم ARC Welder. لتحميلها يمكنك استخدام الرابط التالي والذي ستجده في الوصف أسفل الفيديو. بعد ذلك اضغط على Add to Chrome. في هذه النافذة اضغط على Add وانتظر قليلا حتى يتم تحميل الإضافة. حجمها حوالي 130 ميجا بايت تقريبا. بعد التحميل اضغط على Launch App لتظهر لك نافذة جديدة والتي تشكل منصة لتشغيل تطبيقات الأندرويد على متصفح الكروم. اضغط على Choose. الآن سيطلب منك اختيار مكان لحفظ الملفات. قم بإنشاء ملف جديد في أي مسار وقم باختياره. نختار هذا الملف مثلا الذي أنشأناه ثم نضغط على OK. بعد ذلك اضغط على Add Your APK وقم باختيار تطبيق الأندرويد الذي ترغب بتشغيله. ومن الأفضل أن تقوم بتحميل تطبيقات الأندرويد مسبقا والتي ستجدها بصيغة الأبيكا ثم ضعها في مجلد خاص. بعد اختيار التطبيق انتظر قليلا لأن الإضافة ستأخذ بعض الوقت في تجهيز التطبيق وتثبيته على المتصفح. بعد ذلك سيتم تحويلك للنافذة من خلالها يمكنك اختيار إعدادات شغل التطبيق، بحيث يمكنك اختيار شكل ظهور التطبيق إما على واجهة الهاتف أو التابلت. لتشغيل التطبيق اضغط على Launch App وانتظر بعد الوقت. في الأخير سيظهر لك التطبيق على الواجهة التي اخترتها. كما ترون التطبيق الذي اخترته يعمل بشكل جيد وبدون مشاكل. الإضافة لا زالت في المرحلة التجريبية في انتظار ظهور النسخة النهائية منها. قد تصادف بعض المشاكل عند تشغيل التطبيقات خصوصا الألعاب. وللإشارة فإن ألعاب الأندرويد قد لا تشتغل على جهازك وقد تشتغل في جهاز آخر، وذلك حسب إمكانيات حاسوبك. ويجب أن تقوم بتحديد متصفح كروم الخاص بك إلى آخر نسخة تفاديا لبعض المشاكل الخاصة بالتشغيل. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح حلقة اليوم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. ولا تنسوا الضغط على لايك للإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك أو الضغط على سبسكرايب للاشتراك بقناتنا على اليوتيوب.